نقلب فيه أهم الأحداث على الساحة المصرية والعربية والعالمية. وطبيعي أن النهاردة أهم المشهد على الساحة المصرية هو مشروع تنمية قناة السويس. هذا المشروع الواعد الذي يهدف إلى حفر 72 كيلو متر بدءا من الكيلو 61 وحتى الكيلو 95 بتبقيم القناة. يضاعف المشروع من دخل قناة السويس من 5 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، وأيضا يتيح أكثر من مليون فرصة عمل للمصريين. هذا المشروع يتيح للسفن العابرة للقناة الانتظار لمدة تقل عن 3 ساعات بدلا من 11 ساعة كانت تنتظرها هذه السفن. السفن العابرة سوف يصل عددها إلى 97 سفينة بدلا من 49 سفينة فقط في المتوسط. مشاهدينا، حول جدوى هذا المشروع وأهمية هذا المشروع للاقتصاد المصري، يسعدنا أن يكون معنا في حلقة اليوم من المشهد الدكتور رشاد عبدو رئيس المنتدى الاقتصادي المصري. برحب بحضرتك دكتور. مشاهدينا، نواصل القراءة في مشهد اليوم بعد متابعة هذا التقرير. والله لن نسمح لحد يهد البلد دي ابدا. على مسافة بضعة أيام من الذكرى 58 لتأمين قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق إشارة البدء في تنفيذ مشروع تنمية محور المشروع العملاق الذي سيسهم في توفير مليون فرصة عمل عند خلال مراحله الأولى، محدثا نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. حيث أكدت سيادة الرئيس أن القوات المسلحة ستكون وحدها هي المسؤولة عن الإشراك عن كافة الشركات العاملة في مجال مشروع تنمية محور القناة. مبارك ديش هو المسؤول قدام مصر على الأمن، هو مسؤول عن الأمن القومي، لكن هو مسؤول على الكلام ده اللي بيتعمل. الشركات في 17 شركة وممكن يبقوا 20 شركة مدنية، اللي هم شركات المدنية الوطنية اللي هتشتغل، لكن كما أكد سيادته أن مخطط مشروع تنمية محور قناة السويس يتضمن حفر قناة جديدة بطول 72 كيلو متر بمحاذاة القناة سيتم تمويلها من قبل المصريين فحسب مع وضع الضوابط التي تقيم ذلك، مشيرا إلى أن مصر لا تزدهر إلا بسواعد أبنائها. سهم وسند للمصريين، هم اللي يدفعوا ده، وتتحط الضوابط اللي تخلي السهم ده ملوش حل غير مع المصريين. يعني المالية والتخطيط يبقى هو ملوش حل غير المصريين. تتحط ضوابط للسهم ده، احنا بنتكلم لما بنتكلم في 80 مليار، يعني احنا بنتكلم في 70 مليار او اقل او اكتر، يبقى السهم ده احنا محتاجين 500 مليون. كما أعلنت سيادته أن الفترة المقبلة تستهدف 3.4 ملايين خزان بينهم مليون خزان في المرحلة الأولى، مؤكدا ضرورة تفادي كل المعوقات التي اعترضت مشروع تشكى والذي لم يتحقق منه سوى 10%، مشيرا أيضا إلى أن المشروعات التنمية تحتاج إلى دعم مصريين من خلال صندوق تحيا مصر والذي يشرف سيادته برئاسته. عرفت ليه أنا عايز فلوس على جنب؟ لأن موازنة الدولة ما تستحملش اللي هي لما تيجي تعمل 200 ألف فدان تصلحهم في المنيا مثلا أو في سوهاج أو في أسيوط، ممكن تعمل البنية الأساسية بتاعتهم، لكن هل ممكن تبقى المشروع قابل للنجاح ولا لا؟ هذا وقد حذر سيادة الرئيس من المخاطر التي تحول بالمنطقة ومصر خاصة، مناشدا الشعب المصري بالتكافل في وحدة الصف للغنيات مع بلجيكا، كما أكد استعادة الدولة المصرية لأية معارضة مطالبا إياها بضرورة إدراك مخاطر المرحلة. أنا بقول كده للمصريين، بقول أنا بقبل إنك أنت ما تكونش متوافق مع فكري خالص. ليك فكرة؟ أنا هقبله بشرط إنك تعيش في وسطينا من غير ما تأذينا، من غير ما تروح تقطع برج كهرباء، من غير ما تروح تدمر حاجه،
كما نشد سيادته الإعلام بضرورة القيام بدوره في الوقوف مع دولة سوريا في معركتها ضد ما يحاك ضدها من مؤامرات وتحديات وتوعية المواطن ذاتها. الإعلام عليه واجب، وأنا برضو بشاهد المصدر على المسؤولية الكبيرة للإعلام، سواء كان الصحافة أو التلفزيون. مهم أوي إن إحنا تساعدونا في معركتنا، إحنا فيه في معركة كبيرة جدا. وفي ختام كلمته أعلن سيادة الرئيس أن العام القادم سيشهد الانتهاء من مشروع حفر القناة الجديدة وشبكة الطرق وتنفيذ وعده بتنمية مليون فدان، مؤكدا عدم المساس لمواطنة الدولة تجاه محافظة مصر المختلفة. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية بحضراتكم وضيف المشهد لهذا اليوم الدكتور رشاد عبدو رئيس المنتدى الاقتصادي المصري. بجدد تحية حضرتك يا دكتور. تحدثنا عن مشروع حفر قناة السويس الجديدة بطولة 72 كيلو متر، 35 كيلو حفر مائي و37 كيلو حفر جامد. بداية، ما هو الوصف الملائم لهذا المشروع وتوقيت هذا المشروع؟ بلا جدال لو عايز اوصفه بقول ده مشروع مصر. مشروع مهم جدا، زي ما حضرتك قلت في المقدمه عندك، هيزود راس، هيزود فرص العمل، هيشغل ولادي، هيخلق مناطق صناعيه، مناطق تجاريه، مناطق تنميه زراعيه، هيعمق لي الكلام ده كله. بالتالي زي ما قلنا هيخلي حركه العبور اسهل كتير جدا، مش هيخلي فيه قوائم انتظار زي ما كنا بنستغرب المركب تيجي من الشمال، لا ده الكلام ده كله لان كان ما يقدرش يعدي الاتجاهين، فالنهارده هيبقى فيه ازدواجيه للطريق وبالتالي خلاص من الكلام ده. العمق اللي كان اقصى عمق عندنا كان ال 66، وكان في عدد كبير جدا في مناطق لغايه فقط 45 قدم، النهارده لا هيسمح بيه كله هيبقى 66 واكثر. كل الكلام ده بيقول انه في نقله كبيره جدا في المجتمع. مدن عمرانية الأنفاق كمان مهمة قوي، يعني تخليكي تخشي بحارات كبيرة، لكن في أربع حارات، حارتين سيارات وحارة لنقل المياه وحارة للقطارات، هتربطي سينا بيكي. كل ده بيقول ده في نقلة كبيرة جدا، اقتصادات كبيرة جدا، فرص عمل كتيرة جدا، تنمية كتيرة جدا، أراضي مستصلحة كتيرة، مشروعات صناعية كبيرة جدا، وبالتالي هتشغل فرص عمل جزء منها بشكل مؤقت أثناء الحفر وجزء منها دائم خلال المشروعات اللي هتتنفذ. قدرة أكبر على جذب استثمارات عالمية، لأنه شايفين كلنا سنغافورة وشايفين دبي وشايفين كل الكلام ده، سبقوا الكلام ده كله، قطاع نجذبه استثمارات كبيرة. لازم جنب ده أعمل رباط اعتبارات، لازم أحقق الأمن والأمان بشكل كامل، لازم أغير التشريعات بتاعتي بحيث تبقى تشريعات جاذبه وضامنه للثوره المستثمرين، لان احنا برضه ما ننساش ان بعد 25 يناير ناس كتير فهمت الثوره غلط وتصورت ان دي ثوره جايه عشان ثوره اشتراكيه وشيوعيه وامن المصادر والعقود والطب والكلام ده كله، فبعت رسائل سلبيه للمستثمرين في الخارج. لابد نصوب المسار، لابد كويس الرئيس السيسي عمل لجنه عشان اعاده التشريعات وصياغه التشريعات، انه ده مهم جدا، لازم يكون فيها اقتصاديين علشان نخرج تشريعات اقتصادية قوية وجديدة قادرة على جذب هؤلاء المستثمرين وتوفير وتحسين مناخ الاستثمار عشان الناس تشتغل، لأن كل ما يجري استثمارات معناها إيه؟ معناها فلوس جاية لي بعملة أجنبية، هزود احتياطي النقد بتاعي في البنك المركزي، في نفس الوقت بخلق فرص عمل بشغل ولادي وسام حل مشكلة البطالة، الناس بتشتغل بتدفع ضرائب للدولة وبالتالي إيرادات الدولة بتزيد، بتحسن مستوى الخدمات وبترفع المرتبات كمان مزيد من عرض المنتجات في السوق بتوازن بين العرض والطلب، بتثبت الاسعار وتخفضها، قدره تصديريه اكبر وتجيب لي عمله اجنبيه مع عزز احتياط النقد في البنك المركزي. حضرتك ما حدثتناش عن توقيت الاعلان عن هذا المشروع والبدء في هذا المشروع. نكون واضحين، السيسي لسه مستلم امتى؟ شهرين. سبعه، بنتكلم عن شهرين، منهم كان رمضان والعيد 40 يوم. عشان كده الراجل قال انا هعلن في 23 يوليو، قال انا هعلن وبعد رمضان، وعشان كده بنتكلم برضه عن استصلاح المليون فدان، قال خلينا بعد رمضان، لان انا وانت وكل الساده المشاهدين المحترمين عارفين ان رمضان الانتاجيه فيه محدوده حبتين ومنخفضه حبتين، الناس ما بتقدرش تشد كتير، فعشان كده قال ان هنبدا بعد رمضان، فانت بتتكلمي في شهر. فالراجل مجرد ما جه ومجرد ما الكلام بتاع رئيس قناه السويس عرض عليه الخرايط تحمس جدا وقال نبدا فورا، عشان كده ما استناش. وعشان كده الاجانب عندهم كلمه جميله، ولا جيب الاستار بس انت، وده شيء مهم جدا،
وقلت لك عجبني قوي في كلامه بيقول ايه؟ انا بحب التفاصيل قوي. ده مهم قوي. ليه؟ مش عشان كده واحد يقول له رئيس ما تيجي نبني سد على جديد، قوي يلا رجاله متشكرين، زي ما عمل رئيس الوزراء في بعد 25 يناير على طول لما جه فاروق الباز من الخارج وعرض ممر التنميه. فاروق الباز ما عرضش لاول مره الحقيقه، عرضه ايام مبارك. لكن مبارك اللي قلنا عليه من 60 في 70 و طلع عمل ايه؟ لما اتعرض عليه مشروع اجنبي في التخصص راح جاب وزير التخطيط قال له دكتور فاروق الباز عرض علينا الكلام ده كله، ده بيقول في اثر جيولوجي واثر زراعي واثر مش عارف اقتصادي واثر اجتماعي، انا ما بفهمش في الكلام ده، تقدر تشوف لنا حد من المانحين والدول المانحه والمؤسسات المانحه يديك قرشين تجيب فرق عمل وتدرس؟ قال له اقدر يا ريس. فجاب 200 مليون دولار منها وشكل 200 فريق عمل درسوا تفاصيل التفاصيل. ليه؟ لان ممكن ايه مرفضه وايه مقبله او اخد منه جزئيات مرحليه. وعرض الكلام ده على رئيس الجمهوريه وارجع الفكره شويه. لما قامت الثوره ومبقاش موجود مبارك وبرده الناس كلها عايزه يبقى لها دور برده في المشاركه رجع فاروق الباز وراح عارض على الموجودين. فالراجل عصام شرف كان رئيس وزراء قال كل مواطن يدفع جنيه، جنيه ايه يا عم؟ 80 مليون يعملوا ايه؟ دول ما جابوش كراكه واحده، تتكلم في ايه؟ ده مشروع هيكلف اكتر من 40 مليار دولار. طب نتحدث ثانية واحدة بس خرجت من دي. وبالتالي راحت دول السعودية عشان يلموا فلوس عشان يعملوا المشروع. السؤال وأنا سألت الكلام دوت عبر التلفزيون ما كانش لقاء مباشر. قلت له هل رجعت للدراسات اللي عملتها وزارة التخطيط؟ ذلك. طب بتتكلم من إيه؟ هو حد عرض الفكرة طب يلا يا رجالة ما ينفعش. فعجبني قوي في السيسي اللي بيقول لا أنا راجل بحب التفاصيل قوي وبحب أدرس. وقال في جزء تاني مهم جدا لما اتكلموا عن حفر الأنفاق ومتى الأنفاق قال أنا بيهمني قوي العلم واستخدم الأدوات العلمية. أيوه كده خلينا نشتغل على الأمور. إحنا عايزين بعد 30 يونيو يبقى في شفافية ويبقى في عقلانية وحسن اختيار القيادات وحسن اختيار المشروعات اللي ليها جذب اقتصادية وفي نفس الوقت بتهم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المصري. طب دكتور رشاد بالنسبة لمشروع تنمية قناة السويس ماذا يجب أن يعرف المواطن المصري عن هذا المشروع؟ يعرف الداتي، يعرف إن المشروع دوت هيحقق للمواطن المصري مجموعة من الاعتبارات. في مقدمتها ايه؟ في مقدمتها انه زي ما قلنا هيبقى في ازدواج لخط قناة السويس. في مقدمتها ان ايرادات قناة السويس هترتفع من 5 مليار و300 مليون الى 13 مليار و500 مليون. في يهمه يعرف انه هيتعمل 4 انفاق وبالتالي هيبقى سيولة الحركة والانتقال وربط السينابية من خلال سيارات ومن خلال قطارات ونقل حركة ونقل بضايع ونقل واربط بياسين. يهمه يعرف ان هيبقى في 5 مواني جديدة مرتبطة ببعض، 3 مواني جديدة بنشغل أول مرة عشان يخدموا على إصلاح السفن والتموين والشحن وبربط كمان بيا بعض المواني الموجودة دلوقتي عشان تبقى شبكة متكاملة زي العين السخنة. يهمه يعرف ان ده عشان اقدر احققه كان محتاج ان انا احفر 34.8 كيلو متر في الارض عشان يبقى موازي للخط الاساسي لانه كان السفن بتستنى لغايه ما الرحله تيجي من الشمال وتعبر يبتدي يتحرك بتاع الجنوب والعكس بتاع الجنوب ده بيتحرك الشمال يستنى. فكل الكلام ده قال لا انا عايز يبقى الحركه مزدوجه في الاتجاهين وده زي ما قلنا هيزود ايرادات القناه. الاجمل من زي ما حضرتك بعمق ووسع وده فيه ميزه بدل ما السفن كانت بتشيل 10,000 طن و 20,000 طن النهارده السفن بتسمح باكثر من 250,000 طن للسفينه الواحده. ليه؟ وتشوف انت بقى العمق ده قد ايه والوزن ده قد ايه بيعمل ايه؟ عشان كده تم مساله انه كان فقط 8 سفن اللي بيقدروا يعدوا اللي هو المجرى اللي بيشيل العمق اكثر من 66 قدم انما الباقي كان 45 قدم ما كانش يعدي ما يقدرش كان يعدي 8 سفن في اليوم ما ينفعش الكلام دوت. فالكلام ده بيعمق عشان تسمح بحركه التجاره العالميه وده اولا هيخدمك. ليه؟ لان هيزود لك رسوم القناه هيزود لك ايرادات القناه وفي نفس الوقت بتخدمي حركه التجاره العالميه لان بتخفضي تكلفه النقل وبالتالي بتساعدي في حركه نمو التجاره الخارجيه لدول العالم المختلفه. وبالتالي البترول النهارده الدول الخليج عايشه عليه بينتقل نسبه عاليه جدا من قناه السويس فبقى في النهارده سفن عملاقه عشان يخلي التكاليف اقل في جزء منها ما كانش بيقدر يمر نتيجه الحمولات انما مع التجديد لا هتعدي كل السفن بتاعت البترول وبالتالي كل ما سفن بتعدي اكبر ايراداتك بتزيد وبتخدمي منطقه الخليج من خلال تيسير مهمتهم لان لو ما كانش ده والبديل بتاني هيضطر يلف عن طريق راس الرجاء الصالح
وبيضيع عدة ايام وعدة تكاليف اكتر. فكل الكلام ده بيقول انه لا ده مشروع عملاق. بالاضافه زي ما قلنا المشروعات اللي هتتعمل دي كلها صناعيه، مين هيشتغل فيها؟ ولادنا. ايه المشروعات الزراعيه؟ ولادنا. بربط سينا واعمل مشروعات ونهضه صناعيه في سيناء، مين؟ ولادنا. يبقى في حركه نهضه تجاريه، مين اللي مستفيد منها؟ احنا ولادنا. المشروعات اللي هتتعمل وتقدر تجذب استثمارات عالميه وتخدمي على السفن العابره سواء تمويل او غيره. تحدثت اكثر من مره عن ولادنا، يعني هل الجيل الحالي لن يعني يجني ثمار مثل هذا المشروع؟ نحن ابنائنا، يعني عشان نكون بالصراحه. يعني متى ينتظر ان ياتي هذا المشروع؟ المشروع زي ما انت شايف الخطوه الاولى بتاعته في خلال سنه، يعني السيسي كان واضح النهارده لما الراجل قال ثلاث سنين هيجي في ثلاث سنين 36 شهر، الراجل عمل له كده. خليك جدع خليهم سنه واحده كفايه. وانا ما كنتش سعيد قوي لما رئيس هيئه قناه السويس قال عليا يا ريس ما ينفعش. لانك يا رئيس هيئه قناه السويس لو كنت تقدر تعملها في سنه، طب ليه طرحت ثلاث سنين؟ ما ينفعش. ليه؟ انا مش عايز الكلام ده بمجرى رئيس هيئه قناه السويس، انا عايز بمجرى كل رؤساء الهيئات في مصر. اللي تقدر تعمله في سنه اعمله في سنه، ما تطرحش خمس سنين وسبع سنين. بلاش الرحرحه اياها. لان احد كلمات الرئيس السيسي قدامه بيقول ايه؟ احنا اتاخرنا قوي. احنا ما عندناش وقت، احنا اتاخرنا قوي. ايوه احنا متاخرين قوي، احنا متخلفين قوي، احنا بينا وبين المتخلفين فجوات كبيره قوي. لازم نضيق كل الفجوات ديت، لازم نشتغل اكتر، لازم نبتكر كده. يا حكومه حطي لي نظم عمل صح خليني اقدر اشتغل. يعني في ناس كتير تقول لي يا عم يا اخوانا العمال ما بيشتغلوش يا اخواني. قلت يا عم هو في شغل ما اشتغلتش، انا رحت لقيت لخامات ولقيت مكان متعطل ولقيت الله. اذا العيب مش عنده، عيب الاداره. وعشان كده ما شاء الله حكومتنا الرشيده لغت الوزاره بتاعت الاداره، لغت وزاره التنميه الاداريه. وزاره التنميه الاداريه اللي دورها ايه؟ في الخطاب بتاع السيسي اللي قبل دوت في 23 يوليو كان بيقول ايه؟ بيقول احنا الفرق بيننا وبين غيرنا ايه؟ بيقول ان هم بيعرفوا يحسنوا اختيار القيادات، بيهيئوا القيادات، بيعدوا القيادات. مين بيعمل الكلام ده؟ وزاره التنميه الاداريه. انت لغيت وزاره التنميه الاداريه. مين يقول الكلام الخايب ده؟ مين يقول مصر في مرحله نهضه بلغي فيها وزاره التنميه الاداريه اللي كانت المفروض دورها تعمل لي قوانين للقضاء على الفساد والبيروقراطيه والروتين وحسن اختيار المواقع وحسن اختيار القيادات؟ كانت موجوده يا دكتور رشاد على مدى سنوات ولم يعني تقوم بالدور. طب ما الاقتصاد ما عملش دوره على وزاره الاقتصاد، طب ما الزراعه ما عملش دوره على وزاره الزراعه، طب ما كل الوزارات ما عملش دوره على الوزارات. مش منطق. سؤال صغير، لو في النهارده عندك او عندنا بلاش انت، عندي عربيه ولاد ابني من ورايا ومتدلع شويه جبت له رخصه وهو ما بيعرفش يسوق وجبت له لغايه البيت، ساق خبط في عربيه مات، الصح ايه؟ الصح حط معايير لان اللي يسوق العربيات لازم يكون معاه رخصه، ولا اول نلغي ان السياره تمشي في الشوارع؟ هات وزير صح. انت بعد 25 يناير وريني مين الوزراء اللي جم لوزاره التنميه الاداريه؟ مره كان راجل وزير اتصالات، مال اتصالات بوزاره التنميه الاداريه، ومره كان وزير تنميه محليه، مال دايما بنحط الناس ملهاش. يعني زي بالظبط زي ما تقولي ايه؟ ان وزاره الصحه تعاني من مشاكل جامه، عايزين لها رياده كبيره جدا، عايزين نشوف مهندس زراعي كويس يطورها. الله، هو مفيش اطباء عشان يجيب مهندس زراعي يطورها؟ انت بتعمل نفس الشيء، انت عمرك ما جبتي واحد خريج اداره ولا دارس اداره، رغم ان عندي اعداد كبيره جدا من المصريين بيقودوا الاداره في اوروبا وامريكا. طب عودة إلى المشروع من جديد، دكتور رشاد الرئيس تحدث عن فكرة للمشروع بعمل قناة موازية لقناة السويس، والفكرة لم تنل القبول بعد الدراسات لهذا المشروع. الفكرة الأولية عايز أعرف الفكرة بتاعت مشروع تنمية محور قناة السويس التي كانت مطروحة أيام الرئيس السابق محمد نصر، إيه الفرق بين هذه الفكرة والفكرة الحالية؟ هل هو نفس المشروع؟ احنا بنخلط بين ثلاث حاجات. الفكره اللي انت حضرتك قلت ان السيسي رفضها، ودي عشان اجراءات امنيه، ودي كان هتعمل قناه موزعه للقناه بالطول لغايه الاخر، والفرق بينهم في حدود من 7 ل 10 كيلو، وال 7 ل 10 دول ممكن يبقى فيه بينهم بقى مشروعات وتنميه، انما قال الراجل صريح قال ان احنا عارفين ان سيناء فيها لسه ما زال حاله من الفوضى و فما كناش نقدر نخاطر بالمساله دي عشان اجراءات امن الامن القومي لمصر، والامن القومي لمصر خط احمر لازم الكل يكون فيه تواصل سلمي. فده جزء. انما الفكره ديت وده برضو كان مطروح من ايام مرسي، تقول لي طب الخلاف في خلاف كبير جدا وعميق جدا ليه؟ تعال نشوف على مشروع النهضه اللي كان طرحه او تطوير قناه السويس اللي كان مطروح ايام الاخوان ورئيس مرسي. الراجل كان بيقول الاتي، اولا ان هذا المشروع سماه مشروع اقليم قناه السويس وكان عزله عن مصر.
واحد. اثنين، بيقول ان المسؤول عن الترسية والبيع والشراء وهو شخص رئيس الجمهورية، وله ان يفوض شخص اخر، يفوض رئيس الوزراء اللي هو من اخوانه. ثالثا، قال ان احنا هنملك الناس دول اللي جايين من بره يعملوا، وطبعا كان مقصود بيه قطر وتركيا. فلما الناس سخنت وهاجت قال طب نخليها حق انتفاع، وقال حق الانتفاع ما بيلزمش الشخص اللي خد حق الانتفاع انه يتنازل عن حق الانتفاع ده لشخص اخر. وبالتالي كان ممكن جدا دوله زي قطر تاخد او غيرها وتتنازل بيها لاسرائيل، وطبعا كانت مساله مرفوضه. خاصه خامسا، انه كان اللجنه اللي كان عاملها عمل لجنه مبدئيه برئاسه شرف، ولما دخلت في جد عزلها وركنها وبقى هو المسؤول. النهارده اللجنه اللي موجوده بقت برئاسه رئيس الوزراء، دخلت اللجنه الفرسي كان لاغي تماما الجيش، مفيش اي دور فيه، وبالتالي الاجراء الامني بقى ما كانش موجود، وبالتالي كان ممكن تلاقي اسرائيل موجوده واقفه على حدود قناه السويس. النهارده الموقف اختلف تماما. ليه؟ اولا اللجنه برئاسه رئيس الوزراء ومعاه مجموعه في مقدمتهم الجيش، والجيش العليا في الكلام حول الامن. معاه رئيس قناه السويس كان معزول ما كانش بيروح. معاه وزير الماليه ووزير التخطيط ووزير الاستثمار ووزير الاسكان، الناس اللي ممكن يكون لها دور في عمليه التنميه. فبقت لجنه تقيله محترمه. ما بقاش في فكره التمليك لاجانب ولا غيره. وعشان كده كان مطروح فكره حتى التمويل فقط يبقى من خلال مؤسسات ماليه مصريه وعربيه واجنبيه. السيسي قال له لا، ومستثمرين عرب واجانب قال له لا، عايزينها تبقى المستثمرين دول المصريين فقط، لقال لحساسيه المصريين تجاه الاجانب، ولو ان فيدي انا عندي تحفظ بس لما اجي لها. وبالتالي الفكره مختلفه تماما والشغل مختلف تماما. وهنا زي ما قلت لك قال بس الجديد فيها مساله الازدواجيه، ما كانش موجود فكره الازدواجيه علشان ما عطلش القناه، وما كانش وما كانش كان بالدعم الحده. يعني يا مرسي عملوا ايه؟ عندنا 2 كيلو في شركه صينيه جايه تاخدهم، اشتغل انا يعني بعمل عشش. فكره 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو دي انا بعمل عشوائيات حوالين قناه السويس، انما انا بجيب بعمل مناقصه عالميه وتحالفات تقدم، وفي زمالك اكثر من 42 تحالف عالمي قدمه، رسي على 14 تحالف، فضلوا يغربلوهم لغايه ما خدوا افضل تحالف منهم اللي حاز نسبه 86% من التقييم، والتقييم اللي بيقيمه مش المصريين، مؤسسه فرنسيه عالميه. وفرنسيه ليه؟ عشان مش داخله في اللعبه. نعم، عشان ما فيش شركه فيها تحالف فرنسيه، شركه تحالف فرنسيه دخلت في التحالفات ديت. فهنا استخدام اسلوب العلم، اختيار الافضل، دايما بتاخد القرار بما يتوافق مع المجتمع وللصالح العام. لا، والرئيس اكد ايضا دكتور رشاد ان الاستثمار سيتم وفق القانون، يعني دخول المستثمرين وفق القوانين. انما انا اقول ان الاراضي دي غير خاضعه للقوانين المصريه، فكده يا مرسي كان بيقول غير يعني ايه غير خاضعه للقوانين المصريه؟ مش منطق، يعني عزلتها تماما بقيت شبه مصر. هو انا جزء اتنازل عنه وجزء ثاني شارتين وحلايب هديهم من شعب السودان، وجزء ثالث سينا هستقطعهم واديهم الفلسطينيين، وجزء اخر متشكرين ما بقتش مصر. اسف، ان الاوان لمصر ان تستعيد هيبتها ودورها القومي والاقليمي والعالمي. هذا المشروع هيديني جزئيه الكرامه، جزئيه العزه، جزئيه الكبر، هتخليني ارجع اقول انا كبير. طب المصريين يبنوا او يقوموا بهذا المشروع على الاقل في اطار التكاليف بتاعت الحرب ازاي؟ الرئيس تحدث عن اسهم يشتريها المصريون في الداخل وفي الخارج، وفي الخارج ممكن بالدولار، وحتى قال اسهم في الطلاب والتلاميذ بقيمه 10. شوفي، اقول الاتي، اقول اي مشروع في الدنيا علشان تموليه بيكون من خلال مصادر تمويل، والمصادر دي ممكن تكون مختلفة ومتنوعة، ممكن تكون أكثر من وسيلة، وممكن تختار واحدة من الوسائل المتاحة. الوسائل إيه؟ إن الدولة تعتمد على إمكانياتها الذاتية، ده نمرة واحد. طب دي مش موجودة، عندي عجز ما شاء الله في الوزن، بعد ما رجعها السيسي بقت 240 مليار، يعني إيراداتك أقل من مصروفاتك ب 240 مليار. هذه واحدة. اثنين، البديل الثاني الفكرة اللي كانت طرحانها الإخوان المسلمين، الصكوك الإسلامية. ودي كان عليه شوية تحفظات كثيرة، ولو إن الفكرة حد ذاتها كسندات مش غلط، بس تحط لها معايير وضوابط. البديل الثالث سندات،
السندات انا بدل ما بستلف من البنك بستلف من المجتمع. وميزتها ان دي اختلاط، انت سلفتيني وخدت من عندي مثلا سند بكام؟ ب 1000 جنيه. ال 1000 جنيه السند ده هيديك كام في الميه؟ 12% فوائد. يبقى انت على طول ليكي 1120 اخر السنه. كسبت خسرت مفيش دعوه، ده انت مسلفاني. البديل الثالث هو مساله الاسهم. الاسهم يعني ايه؟ يعني بشوف المشروع ده هيكلف كام؟ هيكلف مثلا 70 مليار. هقسمه على اسهم وليكن مثلا ب 10 جنيه. يبقى هطرح 7 مليار سهم في السوق. وبالتالي انا وانت وغيري وغيرك يخش يشتري. طب في واحد اشترى مثلا بمليار جنيه. مثلا مش هيحصل يعني. انما لو اشترى بمليار جنيه التكلفه الاجماليه كام؟ 70. يبقى ده يملك قد ايه؟ يملك 1 على 70. ويبقى هل ده يشكل خطوره في ان يبقى في مجلس اداره ليه هيمنه ويتحكم في خط سير المشروع؟ اقول لك لا. لان اللي معاه اقل من 50% ما يقدرش يهيمن. فعشان كده دي ميزتها انك بتدخلي معاك شركه وملاك جدد للمشروع دون ان يكون لهم هيمنه في اتخاذ القرار داخل مجلس الاداره او داخل اداره الصندوق. ولكن هؤلاء الشركاء لابد ان يكونوا من المصريين؟ اللي طرح السيسي النهارده الكلام الاولاني اللي قاله مميش رئيس هيئه قال لا احنا عايزين نفتح ده وناخد جزء منه قروض، جزء منه بنوك مصريه واجنبيه، جزء مساهمين مساهمات مستثمرين من مصر ومن خارج مصر. السيسي قال انا عايزه مصري. السؤال هل المصريين عندهم فلوس 70 مليار فوائد يقدروا يساهموا في تغطيه تكاليف هذا المشروع؟ انا بقول لا. ليه؟ لان عندي واحد من اثنين هيساهم في المشروع ده، يا شخص فقير يا شخص غني قوي. الفقراء او الصغيرين الغلابه دول انت عندك للاسف تلاقي الناس تحت خط الفقر يصل لحوالي 40%، فده ما عندوش حتى 10%، فمش قادر يدفع. فبقول 40% من المجتمع يعني ادي فوق حوالي 33 34 مليون مش قادر يدفعوا من الشعب المصري. ثانيا هقول الناس متوسط الحال. ايوه احنا بيسمونا مجتمع من المجتمعات الفقيره اللي عدد صغار السن اكبر كتير من كبار السن. يعني احنا عندنا لغايه سن حوالي 30 او 35 يمثلوا حوالي 65% من المجتمع المصري. وبالتالي الناس دول ما عندهمش دخل. فلو انا النهارده عندي اولادي في المدارس المختلفه اشتري لكل واحد ب 10 جنيه 100 جنيه، عندي 3 4 يبقى اشتريت بكام؟ 300 جنيه. يبقى دي اكتر من 80% من المجتمع المصري مش هيقدروا يساهموا اكتر من 3 4 مليار جنيه. طب السؤال هل المجموعه المتبقيه بقى ال 20 25% دول يقدروا يغطوا 68 مليار؟ اقول لك للاسف انا عندي مشكله. ايه هي؟ كل ما الغني بيزيد غنى بيزيد وعي ويزيد تدقيق. يعني رجل الاعمال يقول لك الاتي، طب انا النهارده هشتري مجموعه اسهم في الشركه الجديده اللي هتتعمل بتاع حفر قناه السويس. جميل. هل انا عندي بدائل استثماريه اخرى ولا لا؟ عندي. طب مربحه اكتر؟ طيب السؤال ده هيديني كام في المية عائد؟ لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش. عشان كده بقول وبطالب هيئه قناه السويس لازم تعلن للناس العائد الاقتصادي للمشروع ده قد ايه لو ساهمنا فيه هيديني كام في المية عوائد؟ ارباح عوائد. فلو قلت لي مثلا هديك 5% مثلا، رجل الاعمال يقول لك طب انا لو حطيتهم في البنك هاخد 10%، ايه اللي يخليني اضحي ب 5%؟ فعشان كده اكثر تدقيقا. وفي نفس الوقت الراجل ده عنده اما يعمل مشروع جديد لنفسه، اما يحط فلوسه في البنوك، اما يخش يشتري اسهم اخرى في البورصه، اما يشتري سندات، اما يشتري عقارات، اما يشتري ذهب. اذا ادوات الاستثمار ووسائل الاستثمار قدامه ايه؟ كثيره ومتعدده. فلازم يكون المشروع مغري بالنسبه له. ليه؟ لو انا النهارده حطيت في البنوك هاخد 10%، استثمرت في البورصه هجيب لي مثلا 12 13، طب ده لو جاب لي 21 22 يبقى مغري. ما هو ده هياخد. فعشان كده لازم هيئه قناه السويس تعرض وتقول لي المشروع ده جدول اقتصاديه ايه؟ العائد بتاعه في حدود كام؟ على مدى سنوات قد ايه؟ الفتره الاولانيه مش هاخد ارباح قد ايه؟ العوائد بعد كده قد ايه؟ ثم الكلام ده يطرح في البورصه ولا لا؟ ثم الاعلام يعمل عمليه تغطيه وتنوير للمجتمع بمزايا المشروع بما فيه جزء منه البعد القومي في انك بتقول
ليك ولولادك ولأحفادك. أنا ساهمت في حفر قناة السويس الجديدة. البعد القومي والمسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال أو الأثرياء في هذا المجتمع، ألا يفرض عليهم أنهم يشاركوا في هذا المشروع حتى ولو بدوافع وطنية بغض النظر عن حجم الربح أو العائد الذي سيحصل عليه؟ نتكلم بجد ولا من غير جد؟ بجد. رجال الأعمال في مصر معظمهم يتعود عشان يدي لازم ياخد، ولو ما كانش هياخد ليش حسابات؟ ولذلك النهارده السيسي بيقولها كده في وسط الكلام بأدب وبشياكه وبابتسامة عريضة، هتدفعوا هتدفعوا يا ولادي. فهي النهارده ما قالش يا ولادي، قال هتدفعوا. دي رسالة تراها حضرتك رسالة واضحة لرجال الأعمال وغيرهم والقادرين، وركز على القادرين. القادر مش لازم يكون بس رجل أعمال. نعم. يعني أنا عندي لعيب كورة محلي ما يسويش ثلاثة تعريفة على مستوى العالمي، انما هنا عمالين تدلعوا ونطبطب عليه ويتنقل من نادي لنادي ياخد 8 مليون و5 مليون و4 مليون. طب يا اخي انت النهارده ربنا يكرمك وسمعنا انك انت فلان الفلاني متهرب من 14 مليون ضرايب للدوله و و ادفع زكي عن مالك عشان ربنا يكرمك. وهكذا الفنانين وغيرهم، يعني مش عايز فنان يطلع يقول لي لا 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 مين قال ان انا هتبرع بمليون و2 مليون، لا لا مفيش حاجه من دي. ليه مفيش حاجه من دي؟ ولما في حد كده جه هيئه ما قالت طب نعمل يا اخواننا حاجه اسمها القائمه السوداء، الناس اللي مش عايزين يتبرعوا دول برغم ربنا مديهم كتير، رجال الاعمال تشكب وترفض القائمه السوداء. طب يا اخي انت بتطهر اموالك. انا بقول في بعضهم بيعمل خير كتير ربنا يكرمه، في بعضهم بيعمل مشروعات تنميه ربنا يكرمه، انما برضه بنقول ايه؟ بنقول اول ناس مستفيدين مين لو مصر بقى فيها رواج اقتصادي؟ رجال الاعمال. فادفع النهارده عشان تاخد بكره، لان انت النهارده كرجل اعمال هتبقى سعيد لو في حاله من الركود ومفيش شغل والناس ما بتشتريش. انت هتشتغل هتبيع هتكسب؟ لا. انما النهارده تبرعاتك دي والمشروعات دي والناس اشتغلت وتصرفت فلوس ونمت الاعمال ونمت فلوسها واشتغلت وصار وكل الكلام ده هيعمل ايه؟ هيبقى حاله من الرواج. ولما يبقى في حاله من الرواج يبقى ايه؟ يبقى في طلب كبير على منتجات شركتك، يبقى بالتالي هتوسع في حضور الانتاج، هتبيع كتير، هتكسب كتير، هتربح كتير، فانت دفعت عشان تكسب. في فرق كبير زي بالظبط فكره انك بتعمل اعلان عشان تبيع اكتر. فالناس تقول لك لا انا صرفت كتير، ايوه صرفت عشان تكسب. فيا رجال الاعمال بقدر ما هتساهموا بقدر ما هتكسبوا. فلازم ده يبقى واضح. فالراجل كان بيقول النهارده بابتسامه عريضه عشان برضه يبقى واضحه، لانه برضه في لقائه اللي نظمه بجريده الاخبار قال انا واضح انا مالوش دراعكم ومش هفضل على حد حاجه. لكن بقول لكم يا اخوانا ده مجتمعكم، دول اهاليكم، ساهموا في نمو بلدكم وبلاش تغيروا فيه منتجات اسعاركم، بلاش هامش ربح كبير. لو ان الدوله لازم تفرض هامش ربح محدد واللي ما يخالفش واللي ما يلتزمش يبقى فيه نوع من انواع التوجيه او او او. فبالتالي مهم قوي هنا الراجل كان بيقول ايوه مشروع تحيا مصر بقى والفلوس اللي موجوده ممكن نساهم بيها في استصلاح الارض الجديده بتاعت الوفد ده المقترح في ان يبقى مدي 3200 كيلو. مين المستفيد من الكلام ده كله؟ احنا كمجتمع مصري. وبالتالي المساله كلها زي ما لعيبه الكوره بتقول ايه؟ بتقول هات وخد. فهنا برضه في الاقتصاد لازم يكون فيه فكره تبادل المصالح، كلنا هنستفيد. ما حدش مش هيستفيد لو المجتمع بقى اكثر نمو، لان نمو اكثر رواج اكثر يعني فرص عمل اكثر، يعني هنشتغل واحنا واولادنا هيشتغلوا، وبالتالي المجتمع كله مستفيد. وفي مقدمتهم رجال اعمال عشان كده كان بيقول لهم هتدفعوا هتدفعوا، لانه في الاخر هتدفعوا عشان تكسبوا. نعم. دكتور رشاد، ملامح الخطه الاقتصاديه المصريه الجديده مثل هذا المشروع بيمثل يعني بدايه للمشروعات العملاقه الضخمه في الخطه الاقتصاديه الحاليه. البعض تحدث عن المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر انها هي الحل للخروج من ازمه الفقر، والبعض الاخر تحدث عن المشروعات العملاقه كفيفه العماله لحل مشكله الفقر. اي المحورين ام الاثنين معا ان هما الحل لمشكله البطاله في اطار الخطه الاقتصاديه المصريه؟ ده سؤال بيتسال بشكل مختلف كتير قوي. بيسالك ايه؟ تقول يا دكتور نبدا بايه؟ مش عايز نبدا بايه؟ نبدا بكله. بل ولو بدات بحاجه على حساب حاجه، احنا وقعنا في الواقعه دي زمان مع بدايه الثوره زوج 52 لما جه عبد الناصر. للاسف في الغرب ضحكوا عليه وفهموه الدول المتقدمه هي الدول الصناعيه، احنا كنا دوله زراعيه. فالراجل عشان يبقى دوله محترمه وليها وزننا واهميتنا ابتدى يتحول ويهتم بالصناعه، بس ده كان على
احسن مين؟ مكتب الزراعه. خطر تاني لا بيننا متقدمين في الصناعه ولا بينا متقدمين في الزراعه. احنا النهارده بنجيب اكلنا من بره بنسيبها. فهرجع اقول ايه؟ هرجع اقول هل القيادات اللي في وزاره الصناعه او اللي في مجال الصناعه هي اللي في مجال الزراعه؟ هل هي اللي في اسواق المال؟ هل هي اللي في قطاع السياحه؟ لا. اذا لما اجي اعمل نهضه اعمل نهضه في جميع القطاعات كله يطلع مع بعضه. وعشان كده احنا محتاجين ثوره تشريعيه عشان زي ما قلت لكم ترجع وزاره التنميه الاداريه بقى حسن اختيار القيادات، الاهتمام بالتدريب، صقل المهارات، رفع الكفاءات، بس ده مهم قوي. مين يتاخد دورات من بره، مين ياخد دورات جوه، مهم جدا دوت. وفي نفس الوقت اجي ياما سمعنا انا وانت قد ايه، يمكن انت كنت لسه في ابتدائي تسمع عن تحديث الصناعه، سمعتها كم مره على مدى كام جيل؟ كل شويه نسمع تحديث الصناعه، هي فين الصناعه اللي اتحدثت؟ شاكرين تسمع مصطلح اشتري المصري. وفي الاخر حتى كان في راجل صديقنا عزيز قوي عمل برنامج للاسف بس هو طبعا مش حتى متشفره، فكان بيقول اشتري المصري يوم الجمعه فبياخدوا رايي. قلت له بيتي جامد اسمه اشتري الاجنبي. شاكرين ده كلام خايف، لان الراجل مش اقتصادي، انما هو راجل بيقول يعني حتى لو يوم في الاسبوع بتشتري منتجات بلدك. لا، عايز اشتري منتجات بلدي كل يوم بس بشرط المنتج المصري يراعي ده فيجود سمعته ويخفض. ده مش الربح، ما يستغلش فرصه بقى ان في دعوه نشتري المصري ومش هنستورد، او لو استوردنا مش هشتري منه ويرفع سعره بقى ويتنى الحجر. ليه الصين غازيه العالم كله؟ لانها استطاعت فك طلاسم الشفره، استطاعت توفر السلعه الرخيصه الجيده. ايوه غزت العالم، غزت امريكا ذاتها، الاتحاد الاوروبي ذاته. اذا علينا بتطوير كامل لكل القطاعات التنميه. عشان كده انا زعلت لما اقول لك منيش بيقول له طب يا ريس اعمله في سنه. الرساله دي مش ليك يا منيش، انا عايز كل المسؤولين في البلد دي يشتغلوا، اللي مش عايز يشتغل يقعد في بيتهم. انما لازم نطلع افضل ما عندنا، بس عشان نشجعهم لازم اغير المنظومه التشريعيه، لازم اساعدهم، لازم احسن من اخر استثمار، لازم اطور المنظومه، لازم القيادات الحقيقيه تاخد حقها. ما جيش يبقى معايير الوساطه، لازم يبقى فيه تطوير شامل. لا ده انا كنت عايز اجمل من كده. هعمل صندوق اي حد عنده شكوى فيه او كيفيه تطوير شيء محدد يحط ده، وشكل لجان فنيه ادرس الكلام ده. ممكن تطلع فكره خريبه صغيره قد كده تطور حاجه قد كده. يعني مثال صغير، انا النهارده انا ساكن في الزمالك، لما عندي بعد فندق الماريوت واجي داخل الاقي الطريق بيشيل اربع عربيات، فجاه بيشيل عربيتين عند حته حوالي 3 متر بتشيل عربيه. لو شال الرصيف ده وده شويه هشيل عربيتين، هيخلي قوه المرور يبقى ايه؟ الضعف. دي فكره محتاجه حاجه. كلمت رئيس الحي واتصلت بحد شاكرين. عايزين نعمل بقى يبقى عندنا كل واحد حاسس البلد دي بلده بيحبها مخلص ليها، يقدم اقتراحات، يقدم تصورات، يقدم شيء علشان الحكومه تاخد الكلام ده بشرط تدرسه وتقول ايوه احنا وجدنا مجموعه افكار هنطور هنغير. اشكر حضرتك دكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، اشكر حضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا اشكركم على حسن المتابعه، على وعد بتجدد اللقاء غدا وقراءه جديده في مشهد جديد. شكرا لكم والى اللقاء.